بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير حلم التبول أو البول في المنام للعزباء والمتزوجة. وأما بالنسبة لتفسير حلم التبول في منام العزباء، فتدل رؤيتها على قرب زواجها من شاب صالح، وفي حال رأت المنام وهي في الحقيقة مخطوبة دلت الرؤية على قرب زواجها. وأما بالنسبة للمتزوجة، فتدل رؤية التبول في منام المتزوجة على أنه خير لها أو رزق سيأتي إليها في الطريق، ويدل أيضا على انتهاء المشاكل الكثيرة في حياتها، أو أنها سوف تكون حامل في القريب العاجل وترزق بمولود، والله تعالى أعلم. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.